انتهاكات الاحتلال للحريات المقدسية لهذا العام عام 2017 مع السيد جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا أهلا فيك. يسعد صباحك. يعني سنة 50 لاحتلال القدس سنة كارثية كانت على القدس بكافة الانتهاكات الإسرائيلية ابتداء من انتفاضة الأقصى وبالأخير طبعا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. بدنا نحكي عن حصاد الانتهاكات للحريات المقدسية بشكل عام، وخلينا في البداية نبلش في الاعتقالات، عدد الاعتقالات للمواطنين المقدسيين في هذا العام لعام 2017. صباح الخير. يعني بداية الاعتقالات هي سواء كانت 2016 أو 2015 أو 2014 الاعتقالات كان دائما أعدادها مرتفعة في مدينة القدس. طبعا ارتفعت وتيرتها مع بعد إعلان ترامب، وصل عدد الاعتقالات إلى حوالي 2750 اعتقال حتى هذا اليوم، وكذلك الاعتقالات القاصرين أيضا الاعتقالات القاصرين ازدادت بشكل كبير، واعتقالات ما هم دون السنة الثانية عشر سنة المسؤولية. هناك أصغر معتقل كان هذا العام هو عمره 8 سنوات من بلدة سلوان اعتقل في ساعات الليل. يعني وطريقة الاعتقالات ومدة الاعتقالات ازدادت أيضا، أيام الاعتقالات ازدادت هذا العام، وليس فقط الاعتقال في سجون الاحتلال إنما أيضا الحبس المنزلي واعتقالهم بهذه السياسة الجديدة اللي تم طرحها مؤخرا، يعني في الحبس المنزلي لكافة الأطفال القاصرين اللي في سجون الاحتلال. نعم، في الآونة الأخيرة يعني من الصعب أن يقوموا بترك أو تحرير أي معتقل دون إرساله إلى حبس المنزلي أو إبعاده عن المسجد الأقصى أو إبعاده عن المسجد القديمة أو إبعاده عن محيط باب العمود، ما تعرف بمناطق الاشتباك. يعني في هذه المناطق في شكل مستمر يقومون بمعاقبة المقدسيين، يعني سواء حتى بعد الاعتقال وأن لم يكن هناك أي إثبات أو أي دلائل ضدهم في محاكم الاحتلال يقوم بإجراءات الحبس المنزلي والكفالات المالية وغير ذلك. تمام. أستاذ جواد، إذا بدنا نستذكر حدث مهم كان بشهر تموز وهو طبعا قوات الاحتلال الإسرائيلي واللي نفذت أكثر من 116 اعتداء بحق المسجد الأقصى المبارك، وكان أكبر اعتداء فيها من 14 حتى 27 من تموز لهذا العام. خلينا نتحدث عن هذا الاعتداء، تفضل. يعني هذه الفترة كانت يعني بالنسبة لنا في مدينة القدس كانت من أجمل الأيام السنة، رغم أنه اقتحامات المسجد الأقصى، لكن هذا التلاحم وهذا الالتفاف حول قضية موحدة، قضية المسجد الأقصى أو قضية القدس، كانت أيام جميلة رغم صعوبتها. كانت أيام جميلة في الالتفاف الجميع، يعني جميع أطياف المذاهب التفوا حول هذه القضية. لكن بشكل عام كانت فعلا الاقتحامات والانتهاكات الاحتلال لا تتصور، يعني حتى العنصرية وعنجهية الاحتلال وفاشية الاحتلال كانت واضحة في تلك هذه الأيام. يعني حتى نرى، يعني سترون في تقرير السنوي أن عملية هدم المنشآت قد قلت هذا العام، وذلك بسبب انشغال قوات الاحتلال بموضوع المسجد الأقصى. نعم، وهون بدي أتوقف معك، بدي أسألك إذا كان في هناك نسبة أو إحصائيات معينة لعدد المستوطنين اللي دخلوا المسجد الأقصى واللي اقتحموا المسجد الأقصى. وصل عدد المقتحمين لمسجد الأقصى هذا العام 24,000، يعني تضاعف الرقم، تضاعف حوالي 100% رقم عن العام الماضي. وساعات الاقتحام أيضا زادت، ونوعية المقتحمين اختلفت، يعني هناك ازداد عدد أعضاء الكنيسة والوزراء ومن يمثلون المجتمع المدني داخل كذلك بالإضافة لحماية المستوطنين اللي اقتحموا. نعم، وحمايات أكبر طبعا، الحماية كانت عالية أكبر، وكذلك هناك محاولات اقتحام أيضا ازدادت بوتيرة عالية. حتى في أيام الجمعة نرى أن هناك محاولات اقتحام من بعض المستوطنين، هناك من تنكر بزي عربي محاولة دخول إلى المسجد الأقصى. هو يعلم أنه لا يستطيع اقتحام المسجد الأقصى أيام الجمعة، لكن
كان هذا استفزاز، لأنه يعلم تماما هذا المتنكر في الزي العربي يعلم تماما أنه له حماية من قوات الاحتلال، وأيام الجمعة تنتشر قوات الاحتلال بأعداد كبيرة في محيط وحتى وأبواب المسجد الأقصى. يعني بالرغم من صعوبة الموقف إلا أنك ذكرت أنها كانت أجمل أيام مريت فيها، لأنه كان في تكاتف وتعاون ما بين كل الشعب الفلسطيني طبعا والمقدسي. نعم، حتى يعني موضوع ترامب، حتى موضوع ترامب هو أيضا أعاد القضية الفلسطينية إلى جوهرها، يعني وصحوة وطنية من جميع على يعني جميع الأصعدة، يعني هم الكل توحد لنصرة القدس بالتأكيد. يعني كما يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني هم يحكون المصائد لكن سبحان الله يعني هم من يقون بها. تمام، خلينا نتحدث عن الاعتداءات بحق الصحفيين العاملين في الميدان طبعا، واللي بغطوا الأحداث دائما وبينقلوا لنا إياها أول بأول. تعتدي عليهم سلطات الاحتلال، تفضل. يعني نسبة الاعتداءات لا نستطيع إحصائها بحق الصحفيين، لا يوجد نشاط، لا يوجد مواجهة، لا يوجد دون الاعتداء على الصحفيين. يعني بالأمس نشاط، أمس في شارع صلاح الدين كان نشاط بسيط جدا، ولكن تم الاعتداء على الصحفيين، تم طردهم من المكان، محاولة اعتقال إحدى الصحفيين. الصحفيين يعتقلون، يعني الصحفيين مستهدفون كما باقي المعتصمين. كذلك الإبعادات هناك بحق الصحفيين، يعني هناك المصور أمين الصيام الذي اعتقل عدة مرات وأبعد، هناك أحمد الصفدي الذي أبعد أيضا واعتقل. أكيد كل التحية لكل الصحفيين المتواجدين في الميدان لتغطية الأحداث المستمرة والمنددة بقرار الرئيس ترامب. ونتحدث في جانب آخر وعن الحصاد، حصاد الانتهاكات الحريات المقدسية، وبالنسبة لعدد المنازل التي هدمت، اختارات الهدم، أيضا المنشآت التي تم الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هل هناك مجمل، هل هناك إحصائيات؟ بالنسبة للعدد المنشآت التي رصدناها حتى هذه اللحظة هو 115 منشأة في مدينة القدس. طبعا هذه الأعداد كانت أقل بكثير من سنة 2016 بسبب انشغال الاحتلال بالمواجهات اليومية، لأنها ما زالت حاضرة. يعني نعم، يعني وكذلك موضوع المسجد الأقصى، موضوع البوابات الإلكترونية أيضا كانت فترتها لا يوجد، هذه فترة ذهبية يعني، وهذه الفترة أيضا فترة ذهبية للاحتلال لإزالة منشآت مقدسية. الاحتلال تعتدنا عليه في أواخر كل عام يقوم بإزالة منشآت، كون هناك فائض في الميزانيات لدى الاحتلال يستغلها بعمليات الهدم. وإذا لم أخطأ خلال شهر شباط من هذا العام تواصلت الحفريات التهودية أسفل المسجد الأقصى والبلدة القديمة، نتج عنه انهيار أرضية ببلدة سلوان. نعم، بالنسبة للحفريات لم تتوقف، بل ازدادت وتيرتها. قامت وزيرة العلوم والثقافة، يعني نعم، نتحدث أيضا عن وزيرة الثقافة ميري ريغف، وزيرة الثقافة الإسرائيلية، والتي أقرت ميزانية بحوالي 250 مليون شيكل لمواصلة الحفريات المستمرة تحت المسجد الأقصى. وفي الآونة الأخيرة تم افتتاح كنيسة جديد لمحاولة يعني تهويد التراث الفلسطيني، التاريخ الفلسطيني. وكل هذه المحاولات طبعا ميري ريغف بعد في آخر أيام حكم باراك كان هناك قرار إدانة الاستيطان في الأمم المتحدة، ولم تقم الولايات المتحدة باستعمال حق نقض الفيتو، فقامت ميري ريغف ردا على هذا التصرف الأمريكي، قامت بافتتاح نفق في بلدة سلوان وهو إحدى الأنفاق الرئيسية وما يسمى نفق الهيكل الثاني يعرف هكذا لدى الاحتلال، وقامت برصد ميزانيات هائلة وقالت لي أننا مستمرون بهذه السياسة في مدينة القدس. نعم، يعني هي كانت جرائم تجريف وهدم وحفريات تهودية بحق مدينة القدس. نعم. خلينا هلأ نتحدث عن الخطط والقوانين التي تشرعها قوات الاحتلال للاستيلاء على مدينة القدس وتجريد مواطنين مدينة القدس وأهاليها، إلى جانب كل اللي ذكرناه، شو في كمان خطط عندهم؟ يعني بس بحب أعقب قبل ما ننتقل لهذه النقطة لو سمحتوا لي، على عدد الشهداء في مدينة القدس، وصل 20 شهيد هذا العام
يعني الرحمة الرحمة. ومنهم مواطن أردني أيضا و الرحمة الواسعة طبعا يعني هذه. وهناك جزء منهم تم تصفيتهم من نقطة صفر وجزء منهم طبعا ما دون سن 18. بالنسبة للمخططات الاحتلالية يعني والمستمر منذ أعوام هو ما يتعرض له المقابر الإسلامية وحتى المسيحية في مدينة القدس. يتم التنكيل في هذه المقابر، أي أن يقوموا بتخريب مقابر وشواهد مقابر المسيحية، وكذلك حاولت الاستيلاء على المقابر الإسلامية كمقبرة باب الرحمة. نعم سيد جواد، أخيرا يعني استكمالا لكل هذه الانتهاكات السياسية، هناك انتهاك ل يعني للجانب الاقتصادي بالمحال التجارية، الأسواق في مدينة القدس، محاولات إغلاقها بعد كل هذه المسيرات المنددة، نتحدث عن هذا الجانب. يعني في داخل البلدة القديمة هناك أيام عديدة في المناسبات القومية، ما تعتبر مثل ما يعرف لديهم يوم القدس وأعياد الدينية ومسيرات الشهرية للمستوطنين، يقوم بإغلاق محلات تجارية مجبرين، يعني الاحتلال يقوم بإغلاق هذه المحلات التجارية على وعلى مدينة القدس وقرى يتم معاقبتها بشكل يومي، فرض كمان يمكن مبالغ طائلة وضرائب، يعني غير ذلك هناك إجبارهم على إغلاقها ليلا مثلا في بلدة سلوان والعيسوية. هذه بلدتي سلوان والعيسوية من لم يتوقف العقاب الجماعي، وحتى هذا يجبرهم على إغلاق محلاتهم التجارية، إغلاق المحلات التجارية ليلا وأثناء النهار الضرائب والعقاب الجماعي. نعم نعم، كل الشكر لك سيد جواد الصيام مدير مركز معلومات وادي حلوة. ومشاهدينا احنا مستمرين معكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في القدس أعني داخل السور القديم، أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى تصوبني، فإن الأنبياء هناك يقتسمون تاريخ المقدس، يصعدون